لا تزال أصداء الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وحلف شمال الأطلسي متواصلة على خلفية واقعة مناورات الحلف في النرويج التي تم فيها استخدام صور رئيس جمهورية تركيا الحالي رجب طيب أردوغان ومؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك كهدف للتصويب. أنقرة حكومة ومعارضة رأت بأن اعتذار الناتو والنرويج إيجابي لكنه لا يكفي، مطالبة بالتحقيق في ملابسات الحادثة من أصغر مسؤول في الحلف إلى أكبرهم. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا من تركيا إيمان ديمرهان. رغم الاعتذارات المتكررة لحلف الناتو والنرويج على استخدام صورة الرئيس أردوغان ومؤسس الجمهورية التركية أتاتورك كهدف للتصويب الناري في مناورات أطلسية بالنرويج، إلا أن أصداء التوتر الدبلوماسي بين الطرفين لا زالت تتردد بقوة في تركيا التي سحبت 40 جنديا لها من المناورات. وبعد تجاوز الصدمة بدأ الخطاب التركي يتراوح بين التصعيد والتهدئة، إذ بينما استنكر الرئيس أردوغان هذا التصرف معتبرها إهانة غير متوقعة لتركيا، أكد المتحدث باسم الرئاسة قلن أن تركيا هي جزء من الناتو منذ أكثر من 50 عاما ولا زالت باقية على علاقتها بالحلف، في الوقت الذي اعتبر فيه المتحدث الحكومي أن اعتذار الناتو إيجابي، إلا أن تركيا تصر على معاقبة المسؤولين. ما حصل هو أكبر فضيحة في تاريخ الحلف، وهي لا تستخدم أردوغان وأتاتورك فقط بل والشعب التركي كله، ونطالب بإجراء تحقيقات أيضا مع كبار الأدميرالات. على الناتو أن لا يسمح لجهات معادية لتركيا بالتسلل إليه، وإلا فإننا سنواجه الكثير من الأمور السلبية. الناتو مؤسسة محترمة واعتذارهم كان إيجابيا، ونحن كتركيا سنواصل مساهمتنا فيه، لكننا لن نقبل أبدا بإهانة رؤساء جمهورياتنا. المعارضة التركية وبمختلف توجهاتها ضمت صوتها للحكومة بإدانة تصرفات الناتو بحق الرموز التركية، مؤكدة أنه لا يحق لأي عناصر خارجية التدخل بشؤون تركيا الداخلية أو إهانة مسؤوليها. الاعتذار وحده لا يكفي، يجب اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المسؤولين. تركيا دولة قوية لها اعتبارها، ولا يمكن أن نقبل بإهانة رئيسنا الحالي أردوغان ومؤسس الجمهورية التركية أتاتورك. تركيا دولة ديمقراطية وتحترم الانتقادات إذا كانت في مكانها، أما الإهانة فلا نقبل بها أبدا. ويرى المراقبون أن العلاقات التركية مع الناتو تحتمل التصعيد الكلامي، لكنها ستبقى متينة في ظل احتياج متبادل للطرفين، فتركيا ترى في الناتو مجال نفوذ كبير لها في المجتمع الدولي، بينما لن يكون سهلا على الناتو التنازل أو خسارة قوة مثل تركيا تمثل ثاني أكبر جيش في بنيته بعد الولايات المتحدة، خصوصا أن تركيا هي دولة الجنوب المجاورة لأكبر أزمة عالمية وهي سوريا. هي سحابة صيف وستمر، هذا ما تؤشر إليه تصريحات المسؤولين هنا الذين يطالبون بمعاقبة المتسببين بهذه الأزمة لرد اعتبار تركيا، مقابل التأكيد على أن الناتو سيبقى حليفا استراتيجيا قويا لتركيا رغم كل الأزمات. إيمان دمرهان، سي جي تي إن العربية، إسطنبول.